visit Ghana, see the culture and the beautiful country it is. بقول لك جميل. عندنا لعيب ليبي عندكم اللافي. 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 بس لا خلينا كلها صح. باليد. في القمة في القمة في القمة إن شاء الله. السلام عليكم فاميليا، في حلقة جديدة من رحلة الكاس. المرة هذه مش ماشيين لملعب ولا انا بنتفرجوا على مباراة، في الحلقة هذه بنجربوا اكلات من دول مختلفة من الدول اللي مشاركة في كاس العالم. ثلاث مطاعم بتكون. البداية خلينا نديروها من دولة ما مشيت لهاش وما جربتش اكلها. غانا. البداية من ماما افريكا. عمري ما جربت الاكل الغاني، وانا ندور على جوجل مابس لقيت مطعم غاني جاي يا جماعه في منطقه سكنيه بعدنا عن سوق واقف على الاماكن السياحيه والاماكن بتاع المشجعين. دخلنا في قلب الحدث بتاع الدوحه، تو مطعم صغير في طاولتين وفي زبون واحد تو كيف دخل قدامي. منطقه سكنيه، اسمع الدوشه انت، في اعمال بناء قاعدات، انا الارج هذه مستحيل تسمعها عن سوق واقف. بوم 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 بوم. يلا غانا. هذه الاونر بتاعت المطعم. We have banku with pepper and fried fish. Pepper. And the other option? And then we have soup with okra. Yeah, I'll go for that. جيناهم مفاجأة ما يندرش علينا هم. What do you, what language? عربي. لقينا ناس انا لابسين السرية بتاعت غانا، لأن غانا تلعب اليوم، يعني هم أصولهم من غانا لكن عايشات في كندا. So we're watching both matches today. Ghana versus Portugal. Go Ghana! So you're going for both matches? Yes. In a stadium. Well, Ghana versus Portugal today and Sunday it's Canada versus Morocco. In Canada, do you usually eat Ghana food occasionally or how is it? Ghana food, yeah, all the time. When we're at home, we usually eat Ghana food. Ah, yeah. Nice. What's your favorite? Fufu, which I'm eating today. Fufu is good, you'll like it. I hope you enjoy the content. Subscribe to his channel and like this video. Something about Ghana, maybe. You have to visit Ghana, see the culture and the beautiful country it is. البنت قاعدة تحكي لي هذا رد واحد عندها. I didn't know they had this. I would have taken this. Yes. This is the best. What's the name of it? That's what he called gobe. Red red. Gobe. Yeah, we call it red red. So it's plantain and beets. الدنيا مزيتة. شوفوا رفعت البينز الحبيبات هذين البقوليات رفعتهم كلهم فوق. لازم تخلطها هي وتضيف لها البودرة بتاعت الكسفة هذه. قبل ما نضيف البودرة بتاعت الكسفة يبي نذوق الطبق كيف ما هو. نبدأ بالجوبي. الجوبي عبارة عن زيت بتاع النخيل وحاطين عليه الحبيبات هذين اللي هو البينز البقوليات. تشبه الفاصوليا الصغيرة، هي تشبه اللوبيا. والبلاتن أو البلاتانو، البلانتن اللي هي عبارة عن زي الموز ولكن خضرة ما هوش فاكهة. بسم الله. أنا ناكل قاعد في أكلتها المفضلة، قالوا لي لو يعرفوا إنها موجودة هنا راهم طلبوها، بس ما يعرفوش هم. من حظي أنا جتني، والله حلوة هي، عجبتني. حارة شوية. This is spicy a little bit, yeah. It's nice. But I like it. ناخذ شوية مع البلانتن، ترى. كنتش نتخيل إن نلقى موز في الأكلة. حلوة والله، جميلة جميلة. أنا تجربتي مع الأكل الأفريقي مش قوية، مع هذا الأكل الأثيوبي حبيتها، لكن في رواندا وفي تنزانيا وفي كينيا الأكل ما كانش يعجبني. لكن هذه النزيكة بكرة، لكن من ناحية الدهان دهان. هذه تاكلها وترقد بيصير لك كوارث، هذا ابن عم الموز، لكن يحطوا فيه في الطبخ، ما يتكلش كفاكهة. داير حاجة غريبة. الحرورية مع الموز متناسقات مع بعضهن. خلي يرشوا عليها شوية البودرة بتاعت الكسفة. اوه حاطين حتى لحم خروف، لا مش لحم. اوه شوف 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 شوف. قول هذه هيك. الحاجات اللي صنعوا فيها من الكسفة أنا شخصيا ما نستطعمش فيها. نحس فيها مديور عشان تشبع بس. يعني عملوا فيها مؤامرة ان حاجة تعبي بها بطنك. هذه مش حنهدروها، يعني بناكلوها، بس قبلها خلينا نحطوها على جنب ونخشوا على الأكلة الثانية. جا
جربوا حاجه تو اسمها بانكون، ذكرني بالفوفو. الفوفو اللي هي اكله افريقيه مصنوعه من حاجه اسمها الكاسافا، كان اسمها بانكون، مصنوعه من دقيق الذره، عشان هيك تلقى لونها اصفر، بينما الفوفو لونها ماشي على الابيض. بسم الله، غمسوها في الطبيخه. قول لك اعطوها شويه لحم، مقدمينها مع لحم الخروف. هذه نسخة أفريقية من البازين الليبي. اللهم أن البازين صنعوا فيه نحن من القمح أو الشعير العجينة، بينما هذه صنعوا فيها من دقيق الذرة. يا الله، بس الأمانة بقال ما حبيتها. هذه لازم وانت صغير يوكلوك بانكون عشان لما تكبر تحب البانكون، لكن لولا هيك ما مشتش معايا. لما أقدمها ناعمة وفضها بالزول نكملوه ان شاء الله. الاكلات هذينا ناخذ شويه باميه، مقدمين البنكون مع الباميه. انا ناكل زي الافارقه تو باليد مع انا عندي فضول. شوف 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 شو صاير انت. تو نقول لكم شو اللي صاير. خلينا ناكل هذه قبل. الغنيين اللي جنبي انا ناكل بالطريقه الافريقيه الصح بيدي، والغنيين اللي جنبي ياكلوا فيها بالكشيك او بالمعلقه. I'm eating with the spoon because I don't want to get my fingers dirty, but right. Usually you eat with your hands. Like how we did. Yes, yes. Like you did. Thank you for having us. We came surprisingly. We decided yesterday. Yeah, yeah. If we had time before, maybe we have called you, but it was everything. الاكل الغاني اللي مبدري يا جماعه نشب الله المويدات عندنا العيب ليبي عندكم اللافي اللافي ديما راجع ديما راجع سميت تحيه للويدات وتحيه اخونا اللافي نور الاكل الغاني نشهد بالله ان الدسم والطعمه متاعتها ما زالت قاعده انا وانا صلى حاليا في سوق واقف عشان نجربوا اكله واحده اخرى عشان نجربوا مطبخ مختلف كليا المطبخ الفارسي بس قبلها نكسروا بحاجه حلوه خفيفه عشان نغيروا طعمه الفم اثنين كرك زعفران واثنين شباتي جبنة وعسل خلطها جبنة بالعسل في قطر في ميكس عجيب بين الشباتي وبين شاي الكرك يمشي مع بعضهم ما تاخذش شاي كرك من غير ما تضرب معها واحد شباتي حبينا ناخذ حاجه فيها شويه حلاوه فخلينا شباتي بالجبنه وبالعسل صحتين يا باشا بسم الله which flag is it? Albania this is Albania this is Kosovo oh where are you from I am from Kosovo originally. Okay, and you live in Albania? No, because Albania and Kosovo, they are same brothers. Nation. Mashallah. Mashallah. This is for you. I want to try this one. Thank you so have much. Have you tried it before? No, first time, but I hope I'm this going is, to like it. This is chapati, cheese and honey. All right, thank you so much. Yeah. You are from? Libya. Nice to meet you. Nice to meet you. Lots of Kosovo people work in Libya before. Galka Mojdi in Kosovo can work in Libya. Yeah. I didn't know that. They built a house. And this high buildings in Libya. In the 90s, 80s? That's been in 80s. Thank you so much. I wish you luck. الفكرة والله طعمه خرافية. عسل وجبنة تفوز يا جماعة راهي. أنا صار شنو هذا؟ شنو الجو؟ لا لا والله لا أنا تعبوك والله بخير الحمد لله. أنا مغربي على فكرة. صور صور تعال. مغربي ليبي. من اشد المعجبين برحاليستا تبعت كوبا كل شيء تسلم الله قلت ندور عليك والله فرحان انا ديما رايح ديما متلقي انا المهم عندي المهم عندي اقسم بارك الله فيك تسلم تسلم يا غالي نعم معك معك احلى صورة بارك الله تسلم يا غالي من اشد المعجبين برحاليستا ولد بلادي هو يعرفني اني مغربي ليبي من شو بيقول لك والله فرحه ما قد فرحه كثير ان شاء الله نشوفك على خير يا رب وهذا الكرك يا معلم خدينا سبيشل شويه كرك بالزعفران كرك حلو لكن لما تحط زعفران يبقى احلى بمراحل واحده ليا واحده لمحمد الامام احلى مثل محمد الامام ورا الكاميرا بسم الله اوه وريني اللوحه الفنيه هذه الزعفرانات هذينا كلهم شربن زعفرانه زعفرانه الزقاق هذا اول ما تدخل فيه اول حاجه تلفت انتباهك السبح اللي بيعوا فيهن تلقى ناس انا من باكستان متخصصين في صنع السبح اشكال غريبه اشكال والوان تلقى حاجات بحث هذا بحث طول هذا اطول مني اطول من طويل العمر هذا شوف اطول فتره انتظار ننتظروها في الدوحه الى الان Thank you.
هذا حمص. هذا حمص. ماشي. ساعة بالضبط عشان الأكل اللي وصلنا. خلينا نبدأ بالحمص. شوف المطاعم الإيرانية عليها زحمة كبيرة لكن أعتقد أنها تستاهل. سواء المطعم هذا أو المطعم الثاني تحتاج واسطة بشي يوصل فيك الدور. واسطة عشان تقعد أصلاً. بسم الله. خلينا نجرب ونشوفه تستاهل ولا لا. طبعاً هذا المشوي يقولوا له تكة أو في قول آخر عندنا العرب يقولوا له شقف. يا فنانة. حلوة البداية جميلة من ناحية جوسي هي جوسي ومن ناحية طعمة اللحم يشهد بالله أنها قوية. حمص حمص اللي متعودين عليه ما فيش اختيارات. باهي نجربوا حاجة ثانية. طبعا خذينا صحن مشكل اللي هو فيه الكباب وفيه الدجاج الشيش طاووق وفيه التكة شقف اللحم. هاي تو نجربوا الكباب. اخذوها بالتدريج يا جماعة. الكباب والتكة أو في قول آخر مثلا لو نمشوا لمصر يقولها كباب وكفتة. أكلات هذينا من دولة لدولة مع أنهن بسيطات ولكن تلقى فيه فروق بسيطة. تقدر تميز بكل سهولة بين الكباب مثلاً السوري وبين الكفتة اللي هي في مصر وبين الكباب اللي هنا تأكله من مطعم إيراني. كل واحد فيهم عنده نكتة الخاصة. كل واحد فيهم جميل. الإيرانيين من الشعوب اللي تميزوا في المشاوي بصراحة. لكن الأمانة المطعم خدمة فيه مش ولا بد. أنت تنوم وتعذر. شوف الزحمة هذه كلها. أحس في ظروف طارئة هنا. الحالة اللي صايرة تو في كأس العالم أنا متأكد إنها مش حالة المطعم العادية في الأيام الأخرى. لكن ما تحسش بالاهتمام. ما تحسش يعطوك حقه. فيش مثلا التومية باش تغمس فيها. غمس فيها شيش طاووق. شيش طاووق من غير تومية هذه ولا من غير حاجة تغمس فيها. مملة. ما تحسش إنك تاكل شيش طاووق. كالعادة بالخبز الإيراني يا باشا تقول لك شوف معايا. شوف 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 شوف. شوف. تحس روحك قاعد في حرب وانت تفك فيها فك بيدك اوكي تسمع صوت السيوف تقول لك جميل. المشاوي المشكله كل نوع فين اجمل من الثاني بصراحه. حلوه. انا ما ندمتش على الانتظار. اذا ما عندكش موعد ولا ما عندكش مباراه مستعجله تبي تتفرج عليها يسهل الانتظار من الاخير. نهاركم طيب فاميليا. امس جربنا مطبخين مختلفات بس مش معقوله ما نجربوش الاكل متاع البلاد المستضيفه. اليوم غدانا قطري. حياكم في قطر. خلي نتربوا قاعدة عربية مع لوكال العربي الجميل هذا. طلبنا ثلاث حاجات قطريات. مجبوس لازم انت قاعد في قطر لازم نجرب المجبوس. مجبوس الحم خدينا وخدينا مع حاجة ينقرلها الهريس. الهريس نذكره من عمان. انا كنتش نعرف ان الاكلة هذه موجودة حتى في قطر. تعتبر اكلة قطرية هنا. وخدينا حتى مضروب. تنوريكم الفرق بين الهريس والمضروب. في البداية خلينا نشوف الفرق بين الهريس والمضروب. الهريس والمضروب الاكلتين هذين تقدر تاخذني اما الحم اما دجاج. اوكي احنا خدينا الهريس الحم ومضروب دجاج. بالنسبة للهريس من اسمه هريس الحبيبات تنهرس حرس لأنها قد تكون حبوب ممكن تكون رز ويكون معها خضرة حتى هي مهروسة. واللحم الدنيا كلها مهروسة يخطر عليك السريلاك متاع الأطفال الصغيرين. لكن الطعمة خلينا نبدأ أول حاجة بالهريس. بسم الله. شوف قاعدة تطلع معك قطعة واحدة كل جاي مزيج واحد. أول ما رفعتها طلعت منها الحرارة. اللحم مع الخضرة مع الحبوب اللي فيها أكلة دسمة فيها الدهان القطري السمنة سمنة العربية. ريت 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 كيف شوف القوام متاعها حلوة وذكرني بلي ذقتها في عمان الأكلة. انت تحكي يعني مزيج كامل مزيج واحد بروتينات مع النشويات مع الدهون كلها طالعة في كتلة واحدة. هريس جميلة وضيقة من قبل أنا لكن اللي عندي لها فضول بجديات أواه المضروب. المضروب الاسم يحكي لك القصة. مضروبة ما هيش مهروسة. نفس الشيء الحبوب اللي هي القمحة والشعيرة والرز والخضرة حتى هي والدجاج في الحال هذه خديناها ما خديناش الحم قلنا النوع شوية يا عيني. القوام مختلف ما تحساش كأنها مجبودة جبت. ريتها كيف مديرة اللون البرتقالي يفتح النفس. والله مختلفة وحارة. هذه فيها فلفل. الهريس مش هارسين مع فلفل لكن المضروب فلفل واضح وجميلة على فكرة. والله المضروب أقوى من الهريس بواجد بمراحل. حبيتها حبيتها الأكلة هذه لأن تو هذه ممكن ألذ أكلها في الحلقة على فكرة. حلوة والله. هذه متنباعش برا قطر ولا شنو نبو منها هذه. جميلة جدا. شوف نحطوها على جنب حتى هي. شوف ما فيش حاجه رايحه هذا كله بيوتك انا وصديقي اللي خلف الكاميرا هذا كله بينا مسك ونجو لفخر الصناعه القطريه. الاكل هذه المجبوس قد الاسم يمر عليك في قطر مجبوس في الكويت موجوده حتى هي بس كل واحده في فروقات بسيطات بيناتها تختلف شويه من دوله لدوله. المجبوس ديما تلقى حاضر في الولائم في الافراح متاعتهم. الاكله هذه هي سيده السفره. هذه وجبه الغداء القطريه بامتياز. بسم الله. بس لا خلينا ناكلها صح باليد. جي تاخذ الرز تقول لك شوية رز مع اللحم. طبعا الرز واخد لون الأصفر من الكركم. تقول لك رهيبة وحلوتها أن الرز مدهن. الدهان بتاع اللحم طالق في الرز. يا جماعة نقول لكم حاجة. الرز لنا نحن العرب الحاجة اللي تجمع العرب من دولة لدولة اللي تلقانا نتفننوا فيها الرز. وين ما تمشي تلقى رز بطريقة مختلفة وكل واحدة أجمل من الثانية. يا الله عرب والله فنانين.
شيء جميل بصراحة. ايه الحماكي ذايبة، انا متاكد ان الناس واجده من اللي يحضروا في الحلقه عمرهم ما اكلوا رز بايديهم. ممكن الناس تستغرب منه، بس هيك ثقافات الشعوب، زي ما عندنا احنا في ليبيا ناكلوا في العصيده وفي البزيم بايدينا، انا هذه ثقافتهم. في الخليج الرز باليدين يتكل هيك، تلقى الناس على القصعه تلقاهم 4 انفار ولا 5 انفار، كل واحد ياكل من قدامه بيد. الاكله هذه تقدر تاخذها لحم خروف، تقدر تاخذها دجاج، تقدر تاخذها حاشي اللي هو الجمال الصغير يقولوا له حاشي هنا. في ناس تحب تديرها بالاكل البحري كذلك، بما ان قطر عندهم خيرات في البحر، فالمجبوس ممكن يكون بحري برضه. بسم الله. هذه مش اول مره نذوق المجبوس، ضايقه في مكان تاني في قطر من قبل، بس كان في اختلاف بسيط. غادي كان نذكر كان في زي العدس، كان في بطاطا. انا في المطعم هذا مش مقدمين بخضره ولا بقوليات. من الحاجات اللي نحبها في المطاعم الخليجيه بصراحه القعدات الارضيه، قاعده مريحه. لما تجي انت واصحابك كانت تبي حاجه على الماشي هيك، بدل ما تمشي لبيتك اذا هو بعيد، ولا بدل ما تجي المطعم انا تاكل الاكل كانه اكل بيت. هاي نختمو باخر لقمه مجبوس. بسم الله. مية مية. كان بريك جيد من أجواء المباريات. بالنسبة للأكل الإيراني، المشاوي هذين أغلبنا متعودين عليه، لكن الأكل القطري والغاني من فيكم مجرب حاجة تشبهه؟ تقولنا في التعليقات وشن رأيكم في الأكلات اللي صورناهم. ترقبوا الحلقة الجاية من رحلة الكأس.